السلام عليكم، هلا والله بشو، حياكم الله. مقطع جديد، واليوم راح نشوف لاول مره جيم بلاي لعبه يو اف ال، اللعبه الجديده كليا، لعبه كره القدم الجديده، اللعبه اللي داخله بالمنافسه، اللعبه اللي تريد تنافس بيس، تريد تنافس او تريد تنافس اي فوتبول وتريد تنافس فيفا. فاليوم ان شاء الله راح نشوف اللعبه هل هي فعلا راح تنافس او راح تكون لا. راح نشوف الجيم بلاي اليوم يا شباب. فمثل ما تشوفون بعد دقيقتين على ما يبدي بثهم تريلر الخاص بهم يا شباب. فقبل كل شيء اللايك والاشتراك، واذا انت جديد على القناه اتمنى تشترك بالقناه، وخلينا ننتظر يبدي وراح نعطيكم رايي المباشر يا شباب بالجيم بلاي. اليوم راح نشوف ان شاء الله، واتمنى تكون اللعبه اسطوريه. حالاتها ثلاث لعبات تكون عندنا خرافيه، فيفا واي فوتبول. اي فوتبول بعد كم شهر ان شاء الله راح تنطلق النسخه المحسنه من عندها، فما علينا هسه اي فوتبول، ما علينا فيفا، هسه عندنا يو اف ال. وخلينا نشوف كيف راح تكون هذه اللعبه بعد 60 ثانيه، 28 27 ثانيه، الثواني قريبه يا شباب. اوكي ليش بعدين؟ اوكي هاي الشبكة هواي رياضات عندهم يا ترى يا شباب، راح تكون اكثر من لعبة بالمستقبل ان شاء الله. ممكن يلا مباشرة. اوكي 54 ثانية بعد يا شباب، يلا ننتظر ونصبر ونشوف. يو اف ال جيم بلاي رسميا، اول نظرة على الجيم بلاي. اوكي يلا صفر مباشرة بدا. اسمع everyone, and welcome to the first UFL live show event. My name is Eugene. I'm the CEO at Strikers Inc., the game studio. Oh, بث كامل يا حبيبي. والله يا شباب كنت أظن عرض. To thank you all for. يا الله بث كامل. Okay. Okay نفسها يا شباب طلع بالبداية أعتقد قبل سنة من هسا هذه النقطة من ربطة الحذاء، بس هذا التريلر جديد. أنا بالنسبة لي يا شباب هذه كلها ما تهمني، لا يهمني احتفالات ولا يهمني أي شيء، يهمني الجيم بلاي كيف راح يكون، يهمني الجرافيكس. يلا خلينا نشوف وش شيء جديد. أوكي أوكي يا شباب، بها أونلاين أوفلاين ميشن كاستمايز، هو شغلات بها. بشكتاش أوكي، هذا نسيت النادي. سبورتينج حلو حلو والله، عندهم كم نادي يعني جيد. رينجرز شختار، عندهم حقوق كم نادي يا شباب جيد. يلا العافية درجات، بس خليني اشوف الجيم بلاي، اعطيني جيم بلاي هسه. هاي كريستيانو، ويلكم تو اور شو اند ثانك يو فور جوينينج اس توداي. ثانكس يوجين اند تشيرز تو اول اوف ذا فوتبول فانز اند جيمرز اراوند ذا وورلد. ام هابي تو اناونس ماي بارتنرشيب ويذ يو اف ال. This is a revolutionary project in football. والله الشباب الدخلة قوية مالتهم الصراحة، دخلة قوية. شكلها الشركة عارفة شنو تسوي الصراحة. Let's do this and show what everyone has been waiting for. Sure thing, Cristiano. Talk soon and good luck to you on the pitch. Okay guys, wait no further. Here's the very first look at UFL in action. Okay. We interrupt this broadcast with a message from the future. A future where there is online football for all. A future where free to play means fair to play. A future where you can choose from your favorite players and they actually play like them too. We create our own clubs and manage every stage and every detail of their journey. We compete in matches where skill is always the deciding factor, experiencing moments of exhilaration, deflation, and elation that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals,
We propel our clubs to incredible heights, attracting star players and nurturing new talents as we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFL is coming when it's ready. يلا نزلوها ريدها يا ولد. اوكي شباب خلينا نرجع بس نشوف الجيم بلاي. اوكي رجع. اول شيء خلينا متفقين يا شباب انه هي اللعبه ما نقارنها بفيفا اكيد، لعبه اول سنه لها، يعني من الظلم ان تقارنها بلعبه صار لها 20 سنه او اكثر، اكثر من 20 سنه، اكثر من 25 سنه حتى. راح نقارنها او مو راح نقارنها، راح نقيمها كانها اول مره، وهذا احنا مجرد جاي نشوف يا شباب الجيم بلاي، بس جيم بلاي جاي نشوفه. اوكي هاي الخطه منا يا شباب والتكتيك والكستمايز منا يا شباب. اوكي شنو مقصود بالكستمايز؟ يعني هذا شنو يا شباب؟ توتال كوست، هذا فريق الاونلاين صح؟ وعليه فراح يكون اعتقد اكو تناغم مثلها مثل فيفا صح؟ منا نقدر نختار الخطط التكتيك وهذه الامور. اوكي والله بها اعدادات شكلها، خطه هجوميه حلو، تغيير سهل منا لطقم، اعتقد هذا طور الاونلاين صح يا شباب؟ of their journey. We compete okay. in matches where skill is always احنا هاي اللقطات هي المهمة بالنسبة لنا. ما خل يا حبيبي اعطينا مجال نعرس سريع. شوف فنان التمريرات تحس شوية ثقيلة صح؟ ما ادري. احنا نجرب يلا نحكم اكيد، بس جاي نشوف من البداية يا شباب. شوف التمريرات هذه. اوكي. حارس بالنسبة لأشكال اللاعبين يا شباب لا بأس بها، يعني بس المشكلة يعني ما شفنا عرض كامل للجيم بلاي، يعني الجيم بلاي سريع. اوكي صوب القدم اليسار، شوف حركة اللاعب. اوكي شوف هناك واحد هسه راح يجي. الحكم يعني هذا منطلق من الجناح يدخل. اوكي هي نفس اللقطه باعتبار هذا نفس المدافع بس تغير الفريق، وتغير هنا الفريق وهنا تغير الفريق والجماهير كلها تتغير، غير ملاعب، تصويب على جهه حارس المرمى، الكره قويه، جول كان ممكن يصوبها من هنا، صوبها من هنا الزاويه. حركه الجماهير يا شباب بعد انتبهت لها شيء رهيب، التوزيع اللوحات هذه الامور كلها رهيبه الصراحه. طبعا شوي راح نشوف لها تفاصيل اللعبه اكثر ان شاء الله. احتفال اللاعبين نفس الاحتفال اللي طلعوا لنا اياه بالبدايه، هنا ترتيب شنو؟ هذا الترتيب هل هو دوري معين ولا شنو؟ دوري خاص بهم صح؟ اوكي استلام. ار2 مو؟ عيدها. فيرمينو واضح انه فيرمينو واضح انه دي بروين واضح انه رونالدو لوكاكو وزينشينكو. اوكي دي بروين والله شكله جيد يا شباب الصراحه، حلو 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 والله الجرافكس الصراحه جيد ممتاز. هنا عندنا حلو والله حلو الجرافكس يا شباب، ولا رونالدو يعني طالع عمره 25 سنه بس لا بس حلو. كل شيء حلو ممتاز. اوكي استلام فيرمينو. ار2 هذه تصويبه ار2 يا شباب. اوف ركنها ركن حلوه. عرضيه استلام من الدون، حلو حلو الاستلام هذا. بس ليش التصويبات في المكانات اوف ها حلوه هاللقطه خلينا نعيدها بس. شوف هنا تصويب على الطاير، اعتقد هذا اللاعب هو اللي عرضها. الدفاع وين؟ يا شباب الدفاع وين؟ اوكي حلو حلو والله يا شباب حاليا جيده تعتبر تراها جيده. رونالدو اعتقد هذه بطولة هل هناك بالاونلاين بطولة دوري؟ يلا نزلوها 2022 يعني هذه السنة راح تنزل ان شاء الله. جيد الصورة راح تكون صورة كريستيانو رسميا يا شباب، راح تكون بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 الاكس بوكس 1 اكس بوكس سيريز اكس واس والانستاد والانريل انجل 5 او 4 ما ادري، المهم انريل انجل هي تابعة يا شباب. اوكي
رايكم يا شباب، رايكم باللعبه لحد الان بالجيم بلاي؟ انا الصراحه يعني اشوف انه يطلع منها ان شاء الله، ان شاء الله يطلع منها، وممكن بها افكار بالمستقبل، راح نشوف شغلات جديده، تريلر جديده. ما دام نزل التريلر هسه احنا في شهر واحد، اعتقد شهر رابع خامس تنزل ان شاء الله اذا ما نزلت قبلها، فنقول ان شاء الله تنزل من وقت، ان شاء الله تكون لعبه جباره ورهيبه بها محتوى رهيب ان شاء الله يكون لنا وانتم بعد تستمتعون به. واتمنى يا شباب اذا كانت مجانيه يكون شيء اسطوري طبعا، اكيد لنا ولكم. فعلى الموبايل ما جاي اشوف انه اكو نسخة موبايل، لحد الان ما كاتبين انه اكو نسخة موبايل، بس ممكن بالمستقبل يشتغلون على الموبايل، هذا الشيء عادي جدا. اوكي شباب، هسه خلينا نجي نحكي بكل صراحة. بكل صراحة يا شباب، انا الشكل اللي اشوفه اشكال اللاعبين وهذه الامور مو افضل شيء، اشكال مايلة الى انها كرتونية، مايلة الى لعبة فورتنايت خلينا نقول، يعني الصراحة الاشكال مو افضل اشكال، بس عامة ممكن يطلع منها شيء جيد. احنا اللي يهمنا نقدر نلعبها الواقعية، عندنا العاب واقعية، ممكن هاي اللعبة ماخذها هذا الجانب، الجانب الكرتوني يعني خلينا نقول، مو كثير يعني تشبه شخصيات فورتنايت يا شباب، مو هذا قصدي، بس ما مايلة للواقع والحقيقة بشكل كبير. لا بالعكس، اللعبة أشكال تقريبا كرتونية، ممكن نقول يا شباب جديدة اللعبة، ممكن راح تتغير، وكريستيانو رونالدو سفير للعبة وهاي خطوة جيدة ممتازة بالنسبة لهم، تسويقيا راح تكون خطوة رهيبة لهم. نتمنى اللعبة تكون قد التوقعات من ناحية الجيم بلاي والمحتوى اللي بداخل اللعبة، أهم شيء يهمنا المحتوى داخل اللعبة والجيم بلاي يا شباب. أما الشكل الخارجي والجرافيكس شفنا شيء جيد، يعني ننطي تقريبا 8/10، 8.5 حتى 9/10 تقريبا، شيء جيد لا بأس به الصراحة. فأنتوا رأيكم يهمني أكيد بالتعليقات، لايكاتكم، اشتراكاتكم، تنبيهاتكم، شكرا للمشاهدة، وكتبوا لي بالتعليقات شنو اللي جذبكم باللعبة وشنو اللي ما عجبكم بعد باللعبة. وبس، شكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.